ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وليد جابلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد، بعد التحية، علاقات تاريخية ممتدة بين مصر وأوزبكستان وقواسم مختلفة سواء كان على المستوى السياسي أو المستوى الشعبي، لكنه علاقات تجارية وتبادل تجاري بين مصر وأوزبكستان وطموح فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين مصر وأوزبكستان، كيف ترى في الفترة المقبلة؟ اهلا وسهلا استاذ ادا، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. وبالتاكيد علاقات تاريخيه كبيره ما بين مصر واوزبكستان، هي بلاد ما وراء النهر كما يطلق عليها قديما وحديثا. هناك تبادل تجاري متنامي ما بين الدولتين، ارتفع نحو 7% فقط خلال العام الماضي 2022، والذي حقق في حجم التبادل التجاري نحو 49.9 مليون دولار، مقارنة ب 46.6 مليون دولار. هذه النسبة المرشحة للزيادة بصورة كبيرة، حيث أن في هذا الظرف العالمي الذي يبحث الجميع فيه عن أسواق جديدة، هذا الظرف العالمي الذي تتشكل فيه سلاسل الإمداد بصورة متطورة وبصورة جديدة، نجد أن مصر وهي بوابة إفريقيا تجد اهتماما كبيرا من دولة أوزبكستان، باعتبار أن هذا التعاون سيفتح لأوزبكستان ليس فقط مصر ولكن الدول الإفريقية أيضا، وأيضا بالنسبة لمصر فأوزبكستان سوق واعدة. مصر بالفعل تصدر لأوزبكستان المنسوجات والجلود والإلكترونيات والأدوية، الأدوية على وجه التحديد، والأدوية المصرية لها ميزة نسبية كبيرة جدا، يمكن لها أن تضاعف حجم صادراتها إلى أوزبكستان، فضلا عن أن هناك مجالات واعدة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوزبكستان، من ضمنها الموالح والزيتون والصناعات الغذائية والعطائر بصفة عامة، كما أن المصنوعات المصرية في مجال الأقطان يمكن لها أن يكون لها دور أكبر في سوق أوزبكستان. الواقع أن التبادل التجاري مع أوزبكستان له تحدياته، أوزبكستان دولة لا تطل على بحار، بالتالي فإن الوصول إلى أوزبكستان إما أن يكون عن طريق دولة ثالثة أو عن طريق خطوط الطيران، بالتالي فإنني أتصور أن المنتجات الخفيفة أيضا يمكن أن يكون لها دور، المنتجات الخفيفة في سواء السلع الغذائية المصنعة أو المواد الملحية، الكبريت أيضا سيكون هناك دور كبير جدا للأدوية المصرية، بالتالي فإننا نحن أمام مرحلة جديدة من مراحل التعاون ما بين مصر وأوزبكستان. سبقتها زيارة الوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الأوزبكي، ووفد كبير مكون من وزير الاستثمار والصناعة والتجارة ومجموعة كبيرة من كبار المسؤولين الأوزبكستانيين، والذين كان لهم دور كبير في التهيئة الأوضاع لتلك الزيارة وبحث أوجه التعاون. كان هناك لقاءات هيئة الاستثمار، كان هناك لقاءات مع وزير الصناعة. أتصور أن هذه الزيارة تم الإعداد لها جيدا وسيكون لها نتائج كبيرة في دفع عملية التعاون ما بين الدولتين خلال الفترة القادمة. بالتأكيد دكتور وليد، حينما يكون يعني هذه الزيارة زيارة طبعا من رئيس أوزبكستان وهي تعد الزيارة الأولى لمصر خلال هذه الفترة، حينما تكون على هذا المستوى الرفيع الدبلوماسي الرفيع، كيف يعزز ذلك الشركات و المؤسسات الأوزبكية المختلفة للتعاون الاستثماري في مصر؟ دعينا نؤكد أن الزيارة الحالية هي استكمالا لزيارة هامة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018، ومنذ هذا التاريخ وهناك لقاءات على المستوى الوزاري ولقاءات على مستوى المستثمرين، وهناك مجلس من المستثمرين لرفع معدلات التعاون التجاري والتعاون الاستثماري. وسبق هذه الزيارة للرئيس الأوزبكي مجموعة كبيرة من الحوارات، وهو ما يؤهل أن تكون تلك الزيارة تكليلا لمجهود دبلوماسي كبير تم خلال الفترة الماضية،
بصوره تؤدي الى زياده حجم التبادل، لزياده تبادل الاستثمارات وفتح اسواق جديده لمنتجات كل من الدولتين. بالتاكيد دكتور وليد، يعني بالتاكيد الظرف اللي بيشهده العالم ظرف استثنائي جدا، وتغير المشهد والعلاقات الدبلوماسيه المختلفه يجعل مصر دائما تتوجه بشكل مختلف في علاقتها الخارجيه وعلاقتها الدبلوماسيه، وهذا يعني من شأنه أيضا أن يعزز العلاقات الاقتصادية. في رؤيتك في طبعا التوجهات المصرية للسياسة الخارجية في الفترة الماضية وعلاقتها بالاقتصاد ودعم الاقتصاد المصري. الواقع أن مصر تمد يديها إلى الجميع شرقا وغربا، وهي لا لديها اقتصاد متنوع ولديها حجم اقتصادي كبير ومشروعات كثيره ومتنوعه ومزايا نسبيه في الكثير من القطاعات بصوره تؤهلها لان تخلق تعاون مع الجميع. ولكن هي عندما تبحث عن تطوير في اسواق معينه فانها تستعيد بها عن تعاون انخفض ربما لاسباب جيوسياسيه او صراعات او مشكلات في سلاسل الامداد ليس لها دور فيها، وبالتالي فان مصر توسع من مجال التعاون وهي تمد يدها الى الجميع، لجوءها الى دول جديده او تركيزها على بعض الدول الجديده هو امر متعلق بصعوبات ومشكلات سلاسل الامداد الحاليه، فالجميع يبحث عن حلول محليه وتعاون اقليمي وتعاون مع قوى جديده ودول جديده عوضا عن المشكلات التي تعرقل سلاسل الامداد في الكثير من القطاعات. هو يعني اعتقد انه يعني الامن الغذائي وقطاع الطاقه اكبر قطاعين بيهتم بيهم العالم ككل الان نظرا للازمه الروسيه الاوكرانيه. هذان القطاعان في رايك يعني شكل التعاون المصري الاوزبكستاني هيكون ازاي؟ طبعا يعني في مجال الزراعه، الزراعه ده شيء مهم، واوزبكستان لديها تجربه زراعيه جيده ومصر ايضا، ولكن مصر لديها صناعات غذائيه مهمه جدا، يمكن لها ان يكون السوق الاوزبكستاني سوق مهم بالنسبه لمصر وبالنسبه لمنتجاتها المصنعه من السلع الغذائيه. فالعالم كما ذكرت حضرتك يهتم بالطاقه والغذاء، ولكن ايضا هو بيهتم بالصحه، فنحن يعني وفي مرحله ما بعد كورونا اعتبارات الصحه شيء مهم جدا. الدواء المصري هو دواء منافس، دواء جيد له سمعه طيبه وفي نفس الوقت اسعار جيده، يمكن ان يكون له دور كبير في دخول السوق الاوزبكيه. مصر تتطلع الى مزيد من التعاون مع دوله اوزبكستان، كما تتطلع لمزيد من التعاون مع كل الاشقاء، ولكن بالنسبه لدول في مثل الحاله الاوزبكيه والاسواق الاسيويه التي سبق وان زارها السيد الرئيس، فان هذه الاسواق ترتبط مصر بها بعلاقات سياسيه جيده وبروابط تاريخيه، مستوى التبادل التجاري ومستوى العلاقات الاقتصاديه وان كان جيد وان كان في تنامي، الا ان الواقع يؤكد على أنه يمكن أن يتضاعف هذا التعاون بصورة كبيرة جدا بمزيد من إزالة العقبات ومزيد من المباحثات والتشاور. نعم. والعزم على زيادة ذلك التعاون. بالتأكيد بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.